الخميس لابد من شوية تحفيز خاصة للشباب الشباب، وتحفيز اليوم ينسجم مع مولد عبد الرحمن الدخل 113 هجري. في قصة من أعظم قصص الطموح في العالم، لم تعرف البشرية والإنسانية قصة طموح أعظم من قصة الداخل صقر قريش. بإرادة لا تقهر وعزم كالجبال الجبال، لا يعرف المستحيل، مشرد طريد بعمر 19 سنة بس وست سنوات تائه في الصحراء، من مصر إلى ليبيا إلى الجزائر إلى عدوة المغرب حتى دخل الأندلس أرض الأجداد. وهناك من ثورة لثورة 25 عام، من ثورة لثورة كتب فيها 1000 رسالة، دخل فيها 20,000 منزل، لوحد الأمة بالعلم والمحبة والكفاءة، وحارب الفاسدين وضرب الأشقياء، لم يدع أي مجال للفتن، حتى غدت الأندلس أعظم دولة في العالم ل750 عام. أربعة وثلاثين عام من الحكم بقصة تحدي لم يسجل التاريخ أعظم منها يا شبابنا اليوم. قصة تحدي لم تخضع للظروف، إنما صنعت الظروف. اليوم أبنائنا جلهم إذا مش كلهم أسير للظروف، أسير للإنهزامية، أسير للشكوى، لا يملك إلا الشكوى، وبينسى تماماً أن هناك ناس تخضع للظروف، وهناك ناس تخلق الظروف، تصنع الظروف وتجعل من المآسي وتجعل من المصائب وتجعل من النائبات ومن النازلات لبنات تلو لبنات، ليصنع عليها سلم المجد لا التمجد. استمر 6 سنوات في الصحراء وأربعة وثلاثين عام من البناء، والنتيجة أعظم دولة عرفها العالم. أرى العنفوان وثوب القصب، أرى منزلا مشرعا بالضياء. وأنت أيضا هل ترى ما تريد يا شاب؟ هل ترى ما تريد يا فلسطيني؟ هل ترى ما تريد يا عربي؟ هل ترى ما تريد رغم كل ما يجري في الوطن العربي؟ ما كان ما يجري اليوم أعقد ولا أظلم ولا أسود أو أشد سودادا مما جرى بالأمس ومما جرى زمن عبد الرحمن الداخل. أرى مهرة أسرجت بالرياح، أرى موطنا للغناء المباح. ورسالة عبد الرحمن الداخل اليوم تتجاوز الشباب لتصل إلى كل قائد ولكل رئيس ولكل مسؤول ولكل رب أسرة ولكل رب عمل ولكل سلطان. لا تحتجب عن الرأي، وعزز فكرة أن الانتماء للدولة، الانتماء للبلد، الانتماء للأرض، الانتماء ليس لشخص أو لقبيلة أو لحزب أيا كان ذلك الحزب. وشاور حتى مع رجاحة عقلك ومع علمك وعلومك، شاور فما خاب من استشار. رسائل يهديها لنا التاريخ،
الشباب الشباب، والقيادات القيادات، والمساعي المساعي، والأشياء الأشياء، لنرجع وننهض بقصص التاريخ، نعزز تاريخنا وتاريخ أمتنا. لقادة علموا كل الدنيا كيف تكون الحياة، علموا كل الدنيا كيف تكون الأشياء، وعلى رأسهم وفي طليعتهم وفي مقدمتهم صقر 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 أنتج علوم وأنتج بناء، جاد به على كل الدنيا، جاد به على كل العالم. رحم الله القائد الكبير الهمام الذي لم يتوقف مع كل الصعاب أن يتقدم إلى الأمام الأمام. رحم الله عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك.